أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. دخل يوسف عليه السلام السجن ظلما وبهتانا، وقد حزت في نفسه مرارة الظلم وكذب المرجفين، وهو يعلم في الوقت ذاته أن السجن هو الحصن الذي سيقيه الله به من فتن القصر. ويمن الله على عبده ونبيه بالحكمة والعطايا، ويتحقق فيه ما بشره من قبل والده يعقوب عليه السلام من تأويل الرؤى. وكان فتيان من فتيان القصر دخلا السجن مع يوسف عليه السلام، ورأيا فيه سمات العابد الصادق، ما جعلهما يقصان عليه رؤياهما وفي حسبانهما أنه سيحسن تأويلهما. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخبرهم يوسف أن ذلك ما تفضل الله به عليه، وعرفهم بدين التوحيد الذي يدين به هو وآباؤه أنبياء الله تعالى، وأنه بسجنه هجر القوم الذين يعبدون من دون الله أربابا شتى أطلقوا عليها الأسماء وقدسوها. وبعد أن أدى مهمته الدعوية وذكرهم بسبيل الحق، بدأ بتأويل رؤياهم. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن هو النجاة والموت
بالنسبة لصاحبيه، فأحدهما سيطلق سراحه ليصير ساقياً في قصر الملك، والآخر سيقتل صلباً. تأمل يوسف خيراً من خروج أحد السجينين، وتشوفت نفسه ليكون هذا الصاحب معيناً له لتذكير الملك بقضيته، رغبة بظهور الحق وعدم نسيانه. وهنا تكون رسالة الله جل جلاله لنبيه يوسف بألا يتعلق إلا بالله، ولا يطلب الفرج إلا منه، ولا ينتظر مساعدة المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. خرج الفتى من السجن ثم عمل ساقيا في قصر الملك، ومرت الأيام ونسي هذا الفتى أمر يوسف لما غاب عن ناظريه. وذات صباح ضج القصر واضطرب، فقد استفاق الملك على رؤيا عجيبة أرقت فكره وشغلت باله. استدعى لأجلها كبار السحرة ورجال القصر، كل يدلي بدلوه فيها من غير هدى، وقد أعلنوا أخيراً أنها أضغاث أحلام، واعترفوا بقصورهم أن يريحوا قلب الملك. هنا تذكر ساقي الملك رفيق سجنه يوسف، فاستأذن الملك ليذهب إليه ويأتيه بالخبر اليقين. دخل على يوسف وقص عليه الرؤيا التي أعجزت رجال الملك. يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ويفتح الله على نبيه بفتوح التأويل. أما البقرات 7 السمان فهن 7 سنوات ستجود فيها الأرض بخيراتها الوفيرة، ويهنأ العيش فيها. وأما البقرات 7 العجاف فهي 7 تاليات لها ستكون مجدبة يعم فيها القحط. ثم يمن الله على الناس بعام يرفع فيه هذا البلاء، فينزل المطر ويجري النهر، وتعود للأرض رونقها وللحياة بهجتها. قال له: قل لقومك أن يخزنوا ما حصدوه في سني الرخاء لسني الشدة، حتى إذا أتت 7 سنوات تكون المؤن مخزنة ولا يموت الناس جوعا. رجع الساقي إلى الملك وأخبره ما كان من أمر التأويل، فأنست نفس الملك، ووقع هذا التأويل موقع القناعة منه، وعلم أنه لا يصدر إلا عن عقل راجح وروح صافية.
فطلب إحضار يوسف إلى قصره. ويذهب الساقي إلى يوسف مرة أخرى ليخرج به من السجن إلى قصر الملك الذي أعجب به، ويأبى يوسف أن يخرج إلا موفور الكرامة، وقد بان للملك والناس حقيقة الأمر الذي سجن لأجله، فطالب بمحاكمة عادلة تستدعى فيها امرأة العزيز ونسوة المدينة. ويجري الملك المحاكمة ويظهر الله الحق، فتتبين براءة يوسف وعصمته وعفته، وتعترف امرأة العزيز بخطئها وتتوب منه. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. خرج يوسف من سجنه بفضل الله ورحمته مرفوع الهامة، اصطفاه الملك ليكون من خاصته وليرتقي في المراتب ليصبح وزير المال وعزيز مصر. عمل يوسف بجد واجتهاد، وقد لاحت سنوات الخير والعطاء، ويجمع الغلال ويخزن المحاصيل والقمح بسنابله. ثم تنقضي أيام الخير وتلوح سنوات القحط التي عمت مصر وما حولها، فضج العباد وعم الجوع البلاد. عند ذلك قام يوسف بتنفيذ خطته، فما خزنه في سنوات العطاء قد أتى موعد استهلاكه في سني الجدب. وصل صيت الوزير الكريم والمجتهد إلى بيت المقدس التي عمها القحط أيضا، فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه إلى مصر يلتمسون رزقا، وأبقى عنده أصغرهم بنيامين. انطلق الركب حتى إذا وصلوا مصر دخلوا على الوزير الصديق يوسف يبغون شراء أكيال لهم. ولم تكن تلك السنوات الكثيرة التي مرت لتنسي يوسف وجوه إخوته، فعرفهم كلهم، أما هم فلم يعرفوه. أكرم يوسف وفادة إخوته، ولمسوا منه حسن الخلق وطيب المعشر، وأخذ يسألهم عن أسمائهم وبلادهم وأهليهم، علّه يلتمس منهم بعضاً من عبق أبيه الغائب عنه هذا الدهر الطويل، وعن أخيه الشقيق الذي ما رآه بينهم وطال الشوق إليه. عندها فكر يوسف بخطة تجذب إليه أخاه، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم.
ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. أغرى يوسف إخوته بالعطاء العميم الذي سينالونه، وأن ذلك سيطال من لم يحضروا معهم، فطلب منهم إحضار أخيهم من أبيهم ليناله ما نالهم من العطايا، ثم جعل حضوره معهم شرطاً ليحصلوا على ما أرادوا. اغتم إخوة يوسف وهم يعلمون مدى تمسك أبيهم بأخيهم بعد أن ضيعوا يوسف، وها هم سيجرون رحالهم مرة أخرى نحو بيت المقدس في مهمة قد لا تتكلل بالنجاح. وفي الخفاء أمر يوسف عليه السلام فتيانه فدسوا لإخوته بضاعتهم التي كانوا قد دفعوها ثمنا للطعام في حمولتهم من غير أن يشعروا. شدوا الرحال إلى بيت المقدس، ولما وصلوا شكوا إلى أبيهم ما حصل معهم، وأخبروه أنهم منعوا من الكيل إلا إذا اصطحبوا معهم أخاهم، فطالبوه بإرساله معهم على أن يتعهدوا بحفظه. ازدحمت الذكريات في خاطر يعقوب عليه السلام، وعادت به السنون إلى حين فقد قرة عينه يوسف، فكيف سيأمن اليوم على ولده الآخر من كيد الإخوة؟ ولما انفض المجلس ومال الإخوة على الرحال ليفرغوا الميرة من أوعيتهم، فوجئوا بأن العزيز أكرمهم فأعاد إليهم بضاعتهم ثمن ما اشتروا من طعام، فهرعوا إلى أبيهم يخبرونه ويستميلونه لعله يرسل أخاهم معهم فيجلبون ما يقدرون عليه من رزق. كان الموقف عصيبا على يعقوب، فأبناؤه لا محالة سيسافرون لرد المال إلى أهله، ولا كيل لهم إلا أن يفوا بوعدهم بإحضار أخيهم وهو مع ذلك في خوف عليه منهم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وانطلق الإخوة مرة أخرى نحو مصر يصحبون أخاهم معهم متوكلين على الله مستبشرين خيرا. نزلوا على يوسف فخفق قلبه لمرأى أخيه وقد اعتلاه الحزن من فراق أبيه وفقدان أخيه، ودار بين الأخوين حديث منفرد، وواسى يوسف أخاه وضمه إلى قصره بعد أن عرفه بنفسه. أمضى بنيامين أياما يتنعم فيها في كرم أخيه وعطفه، وانقضت أيام الضيافة وحان وقت الرحيل، وفكر يوسف في خطة يبقي فيها أخاه عنده فيكون ذلك مقدمة لحضور أبيه، فأمر فتيانه بدس وعاء الكيل في رحل أخيه. وهكذا تجهز الإخوة، ولما هموا بالرحيل
نادى مناد بهم أن توقفوا، إنكم سارقون. صعق الإخوة من هذه التهمة وتساءلوا عما فقد، فعلموا أنه صواع الملك. عند ذلك أقسموا الأيمان أن أحداً منهم ما فعلها، وأنهم ما جاءوا ليفسدوا في الأرض، ولكن جاءوا ليكتالوا ويعودوا لأهليهم بما حملوا. ورضي الإخوة بتفتيش متاعهم لثقتهم بأمانتهم، ورضوا بأنه لو كان الفاعل منهم بأن يقام عليه حد السرقة كما في شريعة يعقوب عليه السلام بأن يؤسر ويصبح رقيقا لصاحب المال. بدأ الفتيان بتفتيش متاع الإخوة الكبار إلى أن وصلوا لأصغرهم، وهناك وجدوا صواع الملك، وكان ذلك تمكين من الله تعالى ليوسف لضم أخيه إليه. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لم يرضى يوسف أن يأخذ بديلا منهم عن أخيه، ولما يئسوا من إقناعه اجتمعوا يتداولون الأمر بينهم، فقرر كبيرهم أن يلازم أرض مصر ليكون بقاؤه تصديقا لهم من أبيهم، وأمر إخوته أن يعودوا أدراجهم فيقصوا على أبيهم حقيقة ما شهدوا به بأعينهم، وأن يستوثق من صدقهم ممن صاحبوهم في رحلتهم. انفطر قلب يعقوب لفقد ولده الحبيب الثاني، ولم يصدق أولاده لتجربته السابقة معهم، فلجأ إلى الله مولاه، وما له دواء غير الصبر الجميل والدعاء، وانهمرت عيناه تبكيان أولاده، وهو يتأسف على حال الحبيب يوسف الذي ما نسيه قط طوال هذه الأعوام حتى أفقده البكاء بصره. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ويظهر يعقوب عليه السلام لبنيه عدم تصديقه مقتل يوسف، ويأمرهم أن يذهبوا لالتماس خبره، وكلهم أمل بقدرة الله ورحمته. ويصل الركب قصر العزيز هذه المرة يكلله الأسى، ويطلبون العطاء مقابل ما لديهم من بضاعة رديئة لم يعد لديهم سواها. هنا يواجههم يوسف بحقيقة ما فعلوه بأخويهم في الصغر، ويعرفون أن هذا العزيز هو أخوهم يوسف، فيذكرهم بفضل الله ونعمته عليه وعلى أخيه أن جمع الشمل بعد تفرق. وبرأفة الأخ الحنون يصفح عنهم ويدعو الله لهم، وينزع عنه قميصه طوعا هذه المرة. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين.
ذهب من كان في مصر إلى بيت المقدس مرة ثالثة حاملين ليعقوب البشرى، وما أن فصلت العير حتى اشتم يعقوب ريح الحبيب يوسف، فألقى البشير بقميص يوسف على وجه أبيه فارتد بصيرا، وصدق ظن يعقوب برحمة ربه أن سيعود للقاء يوسف وأن رؤيا ولده ستتحقق. ويعترف الإخوة مرة أخرى بذنبهم ويطلبون الصفح والغفران من أبيهم، فيعفو عنهم ويدعو لهم، وينطلق الموكب بآل يعقوب كلهم نحو مصر. ويكون هناك اللقاء الذي طال انتظاره بين حبيب وحبيب، وتندمل الجراح وتتصافح القلوب، ويرفع يوسف أبويه على العرش ويخر له الجميع سجدا، سجود تعظيم لقدر من الله به على نبيه الصديق. ويبتهل نبي الله إلى ربه شاكرا أنعمه وفضله أن مكن له في الأرض وجمعه بأهله أجمعين وعلمه تأويل الرؤى. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي